الحديث الثالث والثلاثون. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الحديث الثالث والثلاثون. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الحديث الثالث والثلاثون. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الحديث الثالث والثلاثون. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الحديث الثالث والثلاثون. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.